اننا خصنا نعدلوا هذاك مشروع التهيئه العام البري، فاذا به بعد تدخل وبعد مطالعه جيده على المشروع، حنا والسيد مدير الوكاله الحضاريه واستاذ العطر مدير الوكاله الحضاريه لقينا الحل الحمد لله، اللي غيعجل بالتسيير باعطاء الرخصه، موافقه على الرخصه واعطاء التسيير ديال بدايه البناء ديال هذا الداخليه هذا، اللي ان شاء الله بالنسبه للموسم الجاي غتكون على وهب واستعمال باش تستقبل الوليدات الداخلي ديال جماعه مول البري. هذو اهم النقاط تقريبا. اما النقاط الاخرى اللي كانت وضعيه المقلع ديال واحد المقلع عندنا في واحد الاشكال مع الجماعه المجاوره اللي كان فيه الجواب واضح ديال السيد مدير التجهيز، كذلك كان عندنا الطلب والمنتهيات اللي قدمنا للوزاره الداخليه باش تعطينا باش تمكننا من مساعدات ماديه لحفر الابار لاستكمال المنظومه ديال الماء الصالح للشرب للسكان اللي باقي ما حدثناش اليوم الابار ديالهم، لان حنا كنعتبروا تقريبا من الجامعات المحظوظين الاولين اللي عندنا الابار، عندنا تقريبا 19 بير، بعد 19 بير اللي خدامه وكتزود الساكنه بالماء الصالح للشرب اللي كتسيرها جمعيات غادي الامر الحمد لله بخير وعلى خير، ونتمناو التغطيه ديال الشيء. بهذه المناسبه كنشكر السيد رئيس الجهه الخدمات اللي قدم لنا خاصه في الماء الصالح للشرب، كان في واحد الاشكاليه كبيره، لهذا ارتئينا باش نقدموا هذا الملتمس للوزاره الداخليه باش نتموا هذا المشروع هذا. وكذلك كان ملتمس ديال احداث الطقوس الاستكشافيه باش ما نبقوش لا حنا ولا الجهه ولا اي طرف ممول للمشروع هذا ما نبقوش نطيحوا في هذيك القضيه ديال البير خاوي، غيكون واحد الطقوس استكشافيه اللي الكل يجب على الجماعه باش هذوك المره نخدموا لهم ونقدموا لهم الطلبات ديالنا. هادو النقاط اللي الدوله كانت تصويت عليها. بالنسبه لنقطه الاجل وهي مناقشه مشروع الميزانيه اللي باقي ما توصلناش الحصه ديالهم بالنسبه ل 2024، وكذلك تعيين منتدبين بمجلس مجموعه الجماعات التدبير المرفق الصحي لاجلنا هو الحصول على استكمال هذه الدوره هذه، والمصادقه على تحويل الجزء العرض المالي اللي كان غيكون به الموسم للصندوق ديال الدعم ديال دعم الزلزال، وكذلك النقطه ديال الطريق اللي ديال حد حراره مول البري اللي بعد معاناه طويله وبعد نضال وبعد بحث وبعد تدخلات. وبهذه المناسبه نشكر السيد عامل الاقليم على المجهودات اللي بذل معنا، لانه خاصنا انه كنعرفوا هذه الطريق انها كانت مطلب ديال الساكنه من 2017 2018 وكانت خدات بزاف التوجهات، اول منها انه كانت واحد الجهه مشكوره كانت تكلفتنا بالمشروع، فاذا به بعد ما تم فتح عريفات على المشروع وكل شيء كانوا كنلقاو اعتراض تقني ديال الخازن ديال مراكش، لانه هذاك الوقت اعتراض اللي من حقه اللي علوا بانه هويا بصفه قانونيه بانه هويا الجهه والجماعات والمجالس الاقليميه غير مسؤولين عن الطرق المرقمه. من هذاك الوقت فزنا ديك الساعه مع الجهه، فزنا بالك الدراسه اللي استغليناها في هذا المشروع دابا. من هذاك الوقت وحنا كنراسلوا وزاره التجهيز كتعطينا وعود وبقينا غاديين وكنتسناو، واخرهم كان التدخل ديال عبد الربي في البرلمان اللي كنفشتو مباشرا انه السيد الوزير في هذاك الوقت عطانا واحد الالتزام بانه الوزير ديز انا عطانا التزام قال لك بانه في اقرب اجل غادي نجلسوا غادي نحيدوا هذا المشروع هذا. فبعد ما وافق السيد وزير التجهيز تمت المديريه الاقليميه باسفي بتاريخ 6/4 عن فتح الاظرفه اللي فاز بهم شركه، فاذا بهم كنتفاجئوا بان الاشغال لم تنطلق 5/6، فاذا بهم كنتفاجئوا بانه وزاره التجهيز فعلا تبنات المشروع ودار فتح اظرفه ونالت الشركه الصفقه، وانما بقاو الاعتمادات بقات الفلوس انه حالونا على وزاره الفلاحه في اطار صندوق تنميه العالم القروي، فبقى المشروع معلق بحال هذا الشيء. المبلغ ما تقريبا شي 16 مليون درهم. ما كاينش وزاره التجهيز كاينه مساهمه، وزاره التجهيز ما ساهمتش، بقات التخصص تاعها. بعد تدخل ديالنا درنا لقاء مباشر مع السيد وزير الفلاحه وتدخل ديال السيد عامل الاقليم مشكور، تم في الاسبوع المصالين تحويل الاعتماد من صندوق تنميه العالم القروي على يد وزير الفلاحه الى المندوبيه الاقليميه لاسفي باش يكون الاشغال غادي تنطلق فيه في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. هادو كانوا مجمل تقريبا النقاط اللي كانت. كيف شفتوا انه كان نقاش واستوفينا التوقيت تاعنا القانوني، وكان نقاش بطرف صدر الاعضاء وبعد النقاش كان دائما التصويت بالاجماع، هذا اللي اكد لك على التلاحم وتفهم المسؤوليه اللي ملقات على عاتق جميع المنتخبين تاع مجلس الترابي والجماعات المغربي في اطار تجويد الخدمات وممارسه سياسه القرب مع جميع
الساكنين ديال الاقليم. بالنسبه لجامعه مول برقي هذا اش غادي نقول لك تي واخا كنعتبرها من النقاط السوداء جامعه مول برقي، خاصه ان احنا كنا كجامعه كنا التزمنا مع المؤسسه السجنيه بان دير واحد الستاسيون ديال البومباج باش تجمع داك الواد الحار اللي كان عندهم تما، اللي كان كيشكل واحد المشاكل كثيره، وحنا كنا كنقولوا غادي ندبروا الامور ديال المطرح. فاذا به المؤسسه السجنيه بكل احترام التزمات بالشق ديال الاتفاقيه ديالنا جامعه مولبري، كنا طرحنا الملف على مجموعه جامعه عفده للنظافه، فاذا به مثلا ما زلنا ننتظر. هذا من النقاط اللي مهمه بزاف، والنقطه اللي كنعتبر نقطه سوداء في الجامعه، خاصه انا عندنا مؤسسه سجنيه فايت هو اللي استحقوا الجامعات كاملين، وبالاخص جامعه مولبري كتعرف واحد الدوس وكتعرف واحد النهضه اللي ما ينكر حتى شي واحد الا 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 الا, إلا, إلا جاحد. ولو كاين تواجد مؤسسات، كاينه ما تكن غير الدرك الملكي، كاينه مؤسسه تعليميه ثانويه، مؤسسه تعليميه اعداديه، مستوصف من الدرجه الاولى، سوق اسبوعي، المركز الكشول اللي في توسع مستعمر. اضيف الى هذا المؤسسه السجنيه، هذا عندنا مؤسسه سجنيه اللي خاصها نستافدوا من المطرح. احنا كنتسناو، احنا كاين وعود، كاين سميتو عليه، حنا التجأنا كاع حتى نقدروا نديروا المطرح ديالنا بوحدنا، ما عندناش اشكال، خصنا غير الامكانيات الماديه العقاري غنشوف مع المؤسسه السجنيه لان كتوفر على واحد عقاري مهم، وندرس في الوزاره باش وصلنا لامس الحاجه باش يكون عندنا مطرح تاعنا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.